الباديكير عملية حساسة جدا. أنا أسفة، ده بيزغزغ. أسفة، مش قادرة أتحملها. لو سمحتي خلي بالك، أنا بحاول. أوه مش قادرة، أنت بتعطليني عن الشغل. دلوقتي خلينا نشتغل على الكعوب. أوه لا مستحيل، أنا مش جاهزة. ابعدي عني، أوعي تلمسيني. أوبس، أنا عبيطة قوي. أنا أسفة. أوتش، مفيش مشكلة، أنا متعودة على ده. خلينا نكمل، أنا أقدر أستحمل. لا ده بيزغزغ فعلا. مفيش مشكلة، دي مش مشكلة كبيرة. مستحيل، كده كتير قوي عليا. كله تمام، أنا لسه هنا. أوبس، أدينا بدينا تاني. أوه أنا أسفة جدا، أنت كويسة؟ خلاص كده، أنا مش قادرة أستحمل تاني. أنت مجنونة. طيب والكعبين؟ أوه لو سمحتي. تغطية الجسم بالشوكولاتة علاج تجميلي مدهش، هتحبيه. ده شعور حلو قوي صح؟ أوه أيوة، أنا حاسة إن أنا ملكة. مش هتعرفي بشرتك بعدها. أوه أعذريني لدقيقة. أوه أيوة طبعا. أوه واو، ده لذيذ جدا. أنا ما توقعتش كده أبدا. وضيع كل ده ليه؟ بشرتي شكلها حلو زي ما هي. أوه أفتكر إنها رجعت. واو بشرتك امتصت الشوكولاتة كلها. هي بتعمل كده؟ أيوة أحيانا. أنا كنت مستنياكي وبدأتي تختفي فجأة، كنت خايفة جدا. أنا قلقانة قوي. أنت متأكد إنها مش بتوجع؟ ما تقلقيش، مفيش حد اشتكى، ممكن ترتاحي. لو سمحتي افردي جسمك على الكنبة. جاهزة؟ طبعا. أنت مستني إيه؟ طيب يلا بينا نبدأ. أنا هضيف بس شوية زيت. زيت؟ ليه؟ تمام، هو عايز يولع فيا. دي غريبة، دي بترتعش. هو بيعمل ايه؟ ده مخيف جدا، زي ما يكون منشار في ظهري. يا فندم انت كويسة؟ ايوة انا تمام، كمل. دلوقتي ايه ده؟ بلطة، ده مجنون. لا لو سمحت كفاية. في ايه؟ المساج مش عاجبك؟ عاجبني خصوصا جزء البلطة. بلطة؟ انت بتتكلمي عن ايه؟ خبيرة الضوافر مستنية عميلة وهي وصلت. انا عايزة مانيكير على ما اظن. انت مش متأكدة قوي كده ليه؟ ايه رأيك باختيار الوان ملمع الضوافر؟ افتكر ان انا هاخد اللون ده. اوكي لكن ايه رأيك في اللون ده؟ لو انت شايفة كده. استني انا غيرت رأيي، ده احسن، زي ما تحبي. تمام هو ده، ايه رأيك؟ واو مش عادي ابدا، لكن مش مناسب عليا. جايز المفروض نستخدم اللون ده؟ اوكي لا اللون ده احسن. اوكي ما خدتش بالي من اللون ده، انا عايزاه اكيد. وضيفي شوية اكتر من اللون ده. اختيار حلو. وما تنسيش ده، ازاي ممكن انساه؟ ده هو ده. واو ده هي، ده اللي انا عايزاه بالظبط. انتي فنانة ضوافر عظيمة. ايوه تعالي تاني. طبعا انا دلوقتي بقيت عميلة دايما عندك. ايوه لكن ما افتكرش ان انا ممكن اتحمل تحدي 100 طبقة تاني. والشاب ده جه علشان يوضب دقنه بس شوية، صغيرين بس 2 سنتي بس. اوكي فهمتك. اوكي شوية صغيرين، انتي بتشتغلي شغل هايل. هخلي شكلك وسيم جدا، اعمل حسابك على كده. اتفضل اهو خلصنا كل حاجة، بص كده. انت حلوة قوي من غير دقن، انت مدهش. بص انا عملت ايه. باي بيبي، خليك شاطر. انا عندي ميعاد النهاردة، انا لازم استعدله. بصي على الشاب الوسيم ده، مش ممكن اضيعه. فهمتك، ما تقلقيش بخصوص الموضوع ده، احنا هنخلي شكلك مثالي. اتفضلي اقعدي. لا ده مش ضروري. طيب تمام خلينا نبدا. ده رهيب، ده بيوجع. خلي بالك، اصبري التجميل مؤلم. لا انا عملت ايه علشان استاهل ده؟ خلاص كده مفيش اي سبب علشان تخافي. بصي على البشره الناعمه دي، عندك حق دي جميله. واو احنا عملنا فوضى. هو كل ده يخصني؟ طيب ده كله طبيعي. خبيرة التجميل دي معاها عميلة VIP النهاردة، كله جاهز؟
أوه أيوة طبعاً. طب يلا نبدأ، أنا ما عنديش وقت كتير. ماسك ذهبي؟ ده هايل. اتأكدي بس إن في كمية ذهب كتير. في كمية كتيرة منه هنا. خلاص كده؟ أيوة، ممكن تبصي على نفسك. هاي أفتكر إن أنا هسيبه بالشكل ده. أوه لا، ده محتاج إنه يتغسل. اتفضلي منديل ورق. مش محتاجاه، أنا همشي بيه كده. الإطلالة الذهبية حلوة عليا. واو، إيه الديفا دي؟ مساء الخير، أنا محتاجة مساعدتك. طبعاً، اتفضلي اقعدي. طيب، إحنا هنعمل إيه؟ أنا عايزة أغير صورتي حالاً. أعملي لي حاجة مش عادية. أوكي، فهمتك. حاجة إنتي عارفة، جديدة، حديثة. حتى مامتي ما تعرفنيش. مفيش مشكلة، اللي تحبيه. تقريباً خلصنا، بس شوية تفاصيل قليلة. أفتكر إنك هتحبيه. خلينا نبص بصة. أهو. أوه لأ، كل ده غلط خالص. طيب، هنصلحه. إيه رأيك في ده؟ لأ، ده مش الستايل بتاعي. مفيش مشكلة. ودلوقتي؟ واو، إيه اللي حصل لوشي؟ هي دي أنا فعلاً ولا أنا شكلي بقى شبه حبيبي؟ جايز في احتمال تاني. واو، ده اللي أنا عايزاه بالظبط. ده خيالي، أنا كنت بحلم بده طول حياتي. أنا حبيته، أنا ممتنة ليكي جداً. أوه، فعلاً؟ مفيش زوار كتير النهاردة. أوه، ده شكله مكان كويس للتسخين. نتمنى إن محدش يعرف إن معيش أي فلوس. أهلاً، أقدر أساعدك؟ ممكن تعملي لي إيه؟ أوه، إحنا عندنا مجموعة كبيرة من الخدمات. أكيد هنلاقي حاجة تناسبك. مش وحش. ممكن تملى الاستمارة لو سمحت؟ مفيش مشكلة، أنا هاخد بس قطع كاندي أو اتنين. النهاردة ده يوم حظي. لذيذة. قهوة يا فندم؟ أوه ده لطيف جدا، في وقتها بالظبط. كمان قهوة، ده مكان هايل. أنا مش فاهمة، هي الكاندي فين؟ ده اللي بيحصل. أنا أخدت كام واحدة مش أكتر. يا ترى قررت تحليتك ايه؟ ولا لسه؟ ثانية واحدة، أنا معايا مكالمة مهمة. أيوة طبعًا، أنا هكون عندك فورًا. هو بيتكلم في إيدي؟ هو ده كان إيه؟ أهلًا ليكي يا فندم. أنا هنا علشان جلسة التانينج بتاعتي. مفيش مشكلة، ادخلي. دي ببلاش. أنا نمت كويس جدًا. أوكي، أفتكر إن أنا هروح من الناحية دي. واو، بصوا على ده، مين كان يتخيل؟ اتفضلي، خلي الباقي معاكي. أفتكر إنك نسيتي تعملي الناحية التانية. إيه؟ أوه لا، ده ولا حاجة، أنا بس كنت بشوف حاجات. طيب، ده هايل. إيه التاني المميز ده؟ مشرق جداً، ده زي ما موجود في البروشور. مساء الخير، جوجو وأنا موجودين هنا علشان المانيكير. أوه ده هايل. لو سمحت اتفضل. مش لطيفة؟ طبعا. طيب ممكن نبدأ؟ اتفضل اختار. ده ممتاز، اختيار حلو. يلا يا جوجو، ما تقلقيش، احنا تقريبا خلصنا. خلينا نكمل. دي بتحبني فعلا، مش ممكن تعيش دقيقة من غيري. حبيبتي، حبي، تسمح تركز؟ ايوة طبعا، ادينا اهو. فعلا؟ لكن ايه ده؟ ده شعر جوجو الحلوة بتاعتك. لكن ده مش ممكن. جوجو، احنا ماشيين. ايه الصالون الرهيب ده؟ مساء الخير، ممكن نستخدم الكوبونات هنا؟ ايوة طبعا، اتفضلي، انا معايا كتير. واو، ده كتير. افتكر ان ده كله. ثانية واحدة، انا عايزة اتأكد من حاجة. ايوة، دستة من الكوبونات، ده كتير. فهمت، اوكي، كل حاجة تمام، لو سمحتي ادخلي. ده كان مدهش. واو، قد ايه مميز. ده حلو جدا عليكي، ده هايل. شكرا ليكي، واحسن جزء انه كان ببلاش. دي بقت شبه خيال المآتة، جنان خالص. صعب انك تاخدي ميعاد المقابلة مع احسن ستايلست في البلد، لكنها نفعت مع الاتنين دول. والاتفاق اهو، بنتي محتاجة تعمل شعرها وميك اب،
خليها بسيطة وجميلة. أوكي فهمت، يلا نبدأ. طيب لأ، أنت بتعمل إيه؟ مش فاتح قوي كده، أنت اتجننت؟ مين بيحط ملمع شفاف بالشكل ده؟ هاي، أنت فاكرة نفسك بتعملي إيه؟ ده صالوني، ودي بنتي، أنا عارفة اللي هي محتاجاه. ما تقلقيش يا حبيبتي، أنا مش هسمح لأي حد إنه يأذيكي. هي جهزت ولا لسه؟ طبعاً جهزت. بص على ده، أنت وأنا زي ما نكون فولة واتقسمت نصين. واو، ده كان صعب. مساء الخير، لطيف إن أنا أقابلك. إيه البطن الصغيرة الحلوة دي؟ طيب تحبي تعملي إيه؟ عايزة أعمل إطلالة ميك اب جميلة. النهاردة ده يوم مهم. ما تقلقيش، أنا عارفة أنت عايزة إيه. اللمسات الأخيرة وخلصت، ممكن تبصي بصة. ده جميل جدا. واو، ده مش أنا أصلا، مش قادرة أصدق. أنا حاولت كتير قوي. لا استني، ما تعيطيش، أنت هتبوظي كل حاجة. ده حلو جدا، اتفضلي شوية مناديل ورق، لكن خلي بالك. لا أنت بتعملي إيه؟ ده شغل مدهش. أيوة كان. أوكي يا ترى ممكن نبدأ؟ ده مش هيوجع خالص، خلينا نلونهم شوية صغيرين وكل حاجة هتكون كويسة. أهو حواجب جميلة. أهو مش شايفة إن هما عورات شوية صغيرين؟ بجد؟ مفيش مشكلة، اللي أنت عايزاه. لأ، رجعي حواجبي لمكانهم تاني. استني ثانية، شوفي كده، ده كابوس. أنت بتهزري معايا؟ دلوقتي بقى الطرفين كسبانين. ده رهيب، انتي عملتي ايه؟ ايه ده تريندي، بصي كده كل الناس حبوه. دلوقتي عرفت انتي ليه لابسه برنيطه. يا ترى عجبتكم سيناريوهاتنا عن صالون التجميل؟ يا ترى اي نوع من الناس قابلتهم في الحياه الواقعيه؟ قولولنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش كل الحاجات المثيره للاهتمام على ترون ترون سيلكت.